منصر مدير مهرجان مشروع 48 ساعة فيلم تونس. مشروع 48 ساعة فيلم يعني اللي هو 48 hour film project مهرجان أمريكي يصير معنا انتظم من سنة 2001 ويصير في أكثر من 150 بلاد حول العالم. انضمت تونس للتنظيم المهرجان هذا سنة 2014، السنة يعني الدورة الرابعة في تونس والدورة الأولى في صفاقس. الدورة الرابعة اللي تنتظم من نهار 15 نهار 23 سبتمبر 2017 في تونس. الأحسن يعني باش تكون اليوم معناها أعلننا في النهضة الصحفية على الجوائز اللي باش تكون حاضر للمشاركين، يعني السنة باش نمنحوا جوج تذاكر طائرة المهرجان الأمريكي فيلم بالوزا اللي معناها يجمع تقريبا 150 فيلم اللي حول العالم الكليكا. أعلننا زاد كذلك أول شيء اللي كتابة السيناريو معناها باش يتحصل عليه المشارك اللي باش يربح معناها الجائزة الأولى سكرين رايتر دونك موفي ماجيك اللي هو أول لوجيسيال في العالم لكتابة السيناريو. أعلننا كذلك على لجنة تحكيم متكونة للدورة هذه من فاطمة بن سعيدان الممثلة القديرة، إبراهيم الطيف، فتحي الهداوي، فخر الدين عامري. أعلننا كذلك على الورك شوب اللي باش يصير ورشة يعني الورشة اللي باش يقع يعني إحيائها غدوة يعني نهار 12 ونهار 13 سبتمبر اللي يشرف عليها المنتج الفرنسي أوليفيه دي سوس. يعني المشاركين باش نعطيهم كيفاش ينجموا ينجحوا في إنتاج فيلم في 48 ساعة. كذلك أعطينا عروض الأفلام معناها بعد ما يقع إنتاجك وقتاش باش تكون، باش تكون في قاعة البلاس نهار 21 على الساعة 7 مساء، باش تكون كذلك في قاعة سينما دار نهار 22 على الساعة 7 مساء، باش تكون حاضرة في سينما المدينة الحمامات نهار 24، الاختتام باش يكون نهار 23 في قاعة المونديال نهار 6 متاع العشية باش نعلنوا على الجوائز وباش نعلنوا معناها على باقي الجوائز اللي باش يقع اللي باش تعلن عليها لجنة التحكيم. الانسكريبسيون معنا بولومو مازال في تقريبا فما 35 مشاركه في تونس على ومازال 3 ايام اللي يحب يشارك في تونس على www.48hourfilm.com/tunis. مازالوا 27 يوم زاد اللي يحب يشارك صفاقس في الدوره الاولى على www.48hourfilm.com/صفاقس. هنا هذوما اللي الانسكريبسيون ومازال كما حكينا في تونس اللي هي 3 ايام اللي يحب مازال يشارك في المهرجان هذا. مرحبا به فيت غانيو دونك عنده تذكرة تاع طائرة باش يمشي المهرجان الأمريكي فيلم بالوزا، وعنده لوجيسيال أول لوجيسيال بقيمة 250 دولار لوجيسيال لكتابة السيناريو موفي ماجيك. هذا لوجيسيال هذا معناها اللي يكتبوا فيه معظم المخرجين الكبار نتاع العالم الكليك موفي ماجيك يستعملوا في اللوجيسيال هذا دونك باش يكون منحوا للجائزة نتاع المخرج اللي باش يربح الجائزة الأولى.